موضوع الأكل اللحوم. والسؤال الذي يطرح اليوم، ما هي إجراءات واستعدادات وزارة الصحة العراقية لهذا الوباء الخطير الذي أخذ ينتشر في البلاد؟ نعم نعم مساء الخير وشكرا لحضرتك. حقيقة يعني الاستعدادات الحمد لله الجهوزية كاملة. بالنسبة لعدد الحالات برغم وصولها إلى هذا الرقم لكنها لا زالت تعتبر قليلة. طريقة انتقال المرض طريقة صعبة، هي ليست بالسهلة حتى أنه يكون هناك الخوف من أن يصبح جائحة، لأنه المرض صعوبة انتقاله إلا عن طريق التماس بالدم أو السوائل الحيوان المصاب أو الشخص المصاب. هناك خلية أزمة تشكلت من وزارة الصحة والداخلية البلدية وكذلك البيطرة والزراعة بإسناد بقية الوزارات للعمل على السيطرة على حركة المواشي وعملية جذر المواشي الجائرة العشوائية وبالتالي تقليل إمكانية الإصابة والعدوى. بالنسبة لوزارة الصحة والمستشفيات متوفر فيها كل الإمكانيات المتاحة لعلاج الحالات عن طريق العلاج بطريقة الإنعاش أو العلاج ما نسميه إحنا resuscitation، يعني هو الفيروس بحد ذاته ليس هناك علاج إلا ولا لقاح، ولكنه ممكن إعطاء السوائل الأكسجين عزل المريض، وهي كلها متوفرة الحمد لله في مستشفياتنا بالإضافة إلى حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة وزارة الصحة العامة التعزيل في المحافظات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الجهات الساندة. المرض في العراق صار لأكثر من 50 سنة يظهر سنويا في بعض الحالات وله علاقة بمربي المواشي بالدرجة الأساس. هي الفكرة ليست هناك يعني ليست هي الطمأنة 100%، طبعا هو الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة بالنسبة لمربي المواشي والقصابين وكذلك للمواطنين راح تأمن الإصابة، لكنه عدم الالتزام قد تزداد الحالات طبعا أكيد. موضوع الأكل اللحوم أبدا لم نقل في يوم من الأيام أنه لا يتكل، بالعكس حتى لو كانت اللحوم لو فرضنا أنها تحمل العدوى وهي ليست كل الحيوانات مصابة حقيقة، حتى لو كان الحيوان مصاب يحمل العدوى إذا تم التعامل مع اللحم بالطرق التي أشرنا إليها بحملات التوعية، يعني لا يمسك اللحم إلا عن طريق الكفوف، كمامات، نظارات واقية بالنسبة للقصابين، وبالنسبة لربات البيوت بعد أن يترك اللحم ساعتين فما فوق ينتهي الفيروس من اللحم بعد جفاف الدم، وبالتالي يمكن استخدام اللحم بعد طهيه بشكل صحيح، وبالتالي ليست هناك خطورة من استخدام اللحوم أيا كانت مصابة أم غير مصابة إلا بعد طبعا أكيد استخدامها بالتعليمات التي أشرنا إليها.